سرکار خانوم مريم رجوي خانوم ها و آقایون ایرانیان سه شعار داده بوده نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن و مرگ بر دیکتاتور ثلاثة شعارات مهمة أطلقها الشعب الإيراني والشباب الإيراني للرغبة في الحرية والخروج من القمع ومعارضتهم الشديدة للتدخلات الإيرانية في المنطقة ودعمها للإرهاب والطائفية حول العالم من لبنان وسوريا إلى اليمن من الأرجنتين إلى نيجيريا عمليات إرهابية شهدها العالم طيلة 37 عاماً الماضية إن العالم يحتاج للشعب الإيراني أن يسمع صوته للعالم جميعاً نحتاج أن يقول الإيرانيون الآن مرة أخرى ليس فقط لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران بل يقولوا لا غزة لا لبنان لا البحرين لا سوريا لا اليمن لا نيجيريا لا كل دول العالم روحي فداء إيران أموال الشعب الإيراني وثرواته يجب أن تصرف على الشعب الإيراني يجب أن يتحسن مستوى المعيشة للشعب الإيراني يجب أن يستفيد من تلك الأموال التي تصرف على الميليشيات على الفاطميون والزانبيون من أفغان وباكستان على الميليشيات 54 ميليشيا تدعمها إيران داخل سوريا داخل العراق وسوريا اليوم فقط يعترف بالحشد الشعبي وهو منظمة إرهابية مثل داعش كجزء من الحكومة أو تحت مظلة الحكومة العراقية وهو لا يختلف كثيرا عن داعش بل هما وجهان لعملة واحدة لزرع الطائفية والإرهاب العالم يعلم جميعا أنه قبل 1979 ليس هناك طائفية وليس هناك إرهاب في المنطقة وهذا دليل واضح وصريح أن من يقف خلف الإرهاب والطائفية في المنطقة هو النظام الإيراني بعد 1979